معاكم محمد عليوة من بنك وربا إدارة الاتصال المؤسسي. محمد عليوة، اليوم متواجدين في العدنية قاعد تغطون، يعني عندكم بروجكت فايز، الأشخاص اللي قاعد يمشون 7000 خطوة قاعد تعطونهم هدايا، كلمنا عن البروجكت. اي نعم، هم مجرد ما يزورونا ينزلون تطبيق فايز ويمشون 7000 خطوة راح يكون في لهم إن شاء الله هدية قيمة نقدمها لهم إن شاء الله، بالإضافة إلى مشروبات باردة نقدمها على اللي قاعد يمشون. متواجدين اليوم بس بالعدلية ولا في أماكن؟ لا راح نغطي إن شاء الله أماكن بالمستقبل، راح تكون في مناطق ثانية غير العدلية، بس حاليا نحن متواجدين بالعدلية من الساعة 8 طبعا للساعة 10، نقدم المشروبات الباردة مثل ما ذكرت وهدايا قيمة حق اللي منزلين تطبيق فايز. ويمشون أكثر من 7000 خطوة، ليش حددتوا يعني 7000 خطوة بالضبط؟ احنا تسهيلا لهم، يعني احنا كنا مقترحين 10000 خطوة ولكن قللنا الخطوات خليناها 7000 عشان العموم يشارك ويانا. تطبيق فايز، شنو تطبيق فايز؟ طبعا تطبيق فايز هو تطبيق في العديد من المسابقات، من المسابقات الرياضية، المسابقات هم عندنا أسئلة عامة تكون حق المشاركين في تطبيق فايز، أي واحد يقدر ينزل تطبيق، مو شرط إنه يكون عميل بنك وربا، مجرد ينزل تطبيق ويشارك المسابقات، والمسابقات مو بس اليوم عندنا مسابقات، عندنا اليوم وعلى مدار السنة. نشكر بنك وربا على تحفيزه حق الرياضة في شهر الفضيل مع برنامج فايز، وشكرا لهم في هذا الشهر في تقديم هذه المسابقات والجوائز الحلوة. بالنسبة حق الجوائز، يعني بالنسبة حق الجوائز، الواحد يحفز على الرياضة في وقت الشهر الفضيل، إن الناس خليها تمشى في وقت الحظر، فإحنا في وقت الحظر قاعد نمشي بس من غير جوائز، بس بنك وربا الله يجزاهم خير في الجوائز اللي مقدمها في فترة الحظر في الشهر الفضيل، الله يجزاهم خير، جوائز جدا قيمة وحلوة. أنصح الناس في تطبيق فايز حال حال أي برنامج رياضي قوي ممتع، يساعد الناس على تنزيل الوزن ومحافظة على اللياقة البدنية إن شاء الله. شو اسمك؟ اسمي حمد. حمد، شنو شايف اليوم بنك وربا قاعد يوزع مشروبات باردة، قاعد يوزع هدايا؟ قاعد يوزع هدايا، وبعد ساعات عادت تمشون 7000 خطوة، أنا الحين مشيت 6000 وشي. خد جائزتك؟ بس خذيت البطول، هم الحين بوصل حق 7000 وبيعطوني. راح اعطيك اوامر ان شاء الله. مستانس انت بالمشروع هذا معطينك هديه؟ اي. شو تقول حق بنك وربا؟ اقول شكرا عشان انا قاعد تساعدون الناس يمشون. اسمي خوال الملا، مشكورين بنك وربا على التجربه، مشيت 7000 خطوه وفزت ساعه هواوي. هاي ماي نيم از فوز الملا اند ماي What I did was I won 7,000 steps, and that's what I did. مزيان الفهد، شكرا بنك وربا على الهدايا اللي قاعد توزعونها على الناس اللي يمشون.